انعقد مجلس الحكومة لتدارس الخطوط العريضة لمحاور تضمنها جدول أعماله. أولى النقاط المدرجة مشروع قانون المالية برسم السنة الحالية ومن بين مرتكزاته تعزيز إمكانات الولوج بالخدمات الأساسية. تعزيز مسار إرساء دولة القانون والحق وتعميق وتفعيل تنزيل الدستور ومقتضيات الجهوية، أيضا إرساء وتعزيز مسار إطلاق نمو اقتصادي قوي ومستدام وما يقتضيه ذلك من تقوية مجهود الاستثمار العمومي وما يقتضيه أيضا من رفع مجهود الدولة على مستوى التشغيل والاقتصاد الاجتماعي. المجلس تدرس مشروع قانون يهم الضمانات المملوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية. هذا المشروع يهم تحديد الحقوق والواجبات والضمانات الأساسية المملوحة لعسكري القوات المسلحة أثناء قيامهم بمهامهم في الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أمنه وحدوده. من النقاط المدرجة في أشغال مجلس الحكومة مشروع قانون التنظيم المتعلق بالتعيينات في المؤسسات والمقاولات العمومية والتعيينات في الوظائف التي يتم فيها التعيين بمرسوم في مجلس الحكومة. بعدها تداول المجلس في الأحداث التي شهدتها مدينة تازة. بخصوص الأوضاع في تازة، الحكومة تؤكد على أن المدينة تعيش حاليا حالة هدوء. هنالك أولوية لحل المشكلات الاجتماعية التي أدت إلى بروز هذا المشكل، خاصة ما يهم قضية فواتير الكهرباء، قضية التشغيل. المدينة تعيش أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، لا يمكن حل هذه المشاكل إلا في إطار الحوار. وفي إطار الحوار دائما وبخصوص المس ببعض الممتلكات سيتم العمل على جبر الضرر والتعويض عنه في سياق تشاركي بمساهمة كل المعنيين، وأن قضية الأمن واستتبابه والحفاظ عليه تعتبره الحكومة قضية مركزية لا يمكن التساهل بشأنها. بلشبونة وصل